إنجيل الراعي الصالح بنقراه حوالي 38 مرة على مدار السنة الطقسية في الكنيسة، لأنه لما اليوم يوافق تذكار نياحة أحد الآباء البطاركة بنذكر هذا أو بنقرأ الإنجيل الخاص بالراعي الصالح. وربنا شبه علاقته بينا بعدد من التشبيهات، فشبه علاقته بالإنسان بعلاقة العريس والعروسة، وشبه علاقته بينا بعلاقة الابن والأب، فشبه أيضا علاقته بينا بعلاقة الراعي والخراف. والنهاردة عاوزين نقول اشمعنى يا رب الخروف. أول حاجة عاوزين نقولها إنه الخروف بيبقى مطيع جدا. في إسرائيل لما كانوا بيربوا الخرفان ما كانوش بيربوها بغرض إن هم ياكلوا اللحمة بتاعتها، كان أساسا تربيتها غرضها جمع الصوف، وبالتالي كان الخرفان بتقعد مدة طويلة مع الراعي لحد ما تكبر خالص وبعدين ممكن يذبحوها، لكن بتفضل فترة مع الراعي ويفضل بقى طول اليوم هو والخرفان بتاعته. وبالتالي الخروف ده بيبقى ليه علاقة خاصة، في حب، بيبقى عارفهم بأسمائهم وأشكالهم. وطبعا ياما خرفان كتيرة بتعيا وهو اللي بيديها بيعالجها نتيجة بالخبرة يعني، أو الخرفان الصغيرة اللي بتتولد لازم يراعيها ويتأكد إن هي بتشرب اللبن بتاعها وكويسة، فبالتالي بيبقى في علاقة خاصة منذ الصغر، فبيتربى نوع من أنواع الحب والعاطفة بين الراعي وبين الخراف، وبيبقى فيه ثقة. طول ما الراعي موجود الخرفان حاسة بالأمان، الراعي بعد يبدأ الخرفان تحس بالقلق. والخروف هو واحد من أضعف الحيوانات اللي بتاكل الأعشاب، يعني في حيوانات بتاكل الأعشاب بس أجسامها قوية كبيرة فتقدر تدافع عن نفسها، وفي حيوانات بتاكل الأعشاب بس سرعتها عالية فتقدر تهرب من أعدائها. الخروف لا عنده جسم قوي ولا عنده سرعة عالية، بطيء جدا وضعيف كقوة جسمانية، فسهل جدا افتراسه، سهل انه يقع. عشان كده السيد المسيح كان دايما يقول احنا زي الخرفان، يعني سهل تقعوا. اوعى تفكر يا انسان ان انت قوي مهما بلغت قوتك الجسدية، لكن من السهل انك انت تقع في الخطأ لو انت ملكش علاقة قوية بالراعي بتاعك وماشي وراه. إذن احنا عندنا علاقة خاصة، طاعة كاملة. الميزة التانية في الخروف انه بيميز صوت الراعي، بعد فترة من وجوده مع الراعي بيبدأ يعرف صوته، والراعي طول ما هو ماشي بيقول صوت معين فبيبدأوا يتعودوا عليه، ولما يحب يجمعهم لو هم بعدوا شوية يقولوا الصوت ده فيتجمعوا كلهم، بيميزوا صوت الراعي، عارفين ده صوته ولا مش صوته. وده المطلوب من كل واحد، يميز صوت الراعي. ليه؟ في أصوات كتيرة حوالينا ولكنها ليست صوت الراعي الصالح، وهذه الأصوات كلها تدعي إنها صوت الراعي، أفكار، مذاهب مختلفة، حاجات كتيرة قوي بتطلع جديدة بتقول أنا ده صوت الراعي، تعالوا امشوا ورا الرأي أو الفكرة دي، دي فكرة كويسة، دي فكرة لا تتعارض مع الإنجيل، دي الفكرة اللي السيد المسيح كان جاي بيها، خدوا بالكم تعالوا هنا. فالإنسان لازم يكون مدرب على سماع صوت الراعي.
طيب وهسمع فين صوت الراعي الصالح أو الراعي الحقيقي؟ هسمع جوه الكنيسة بتاعتي، وبره بره هلاقي أصوات كتيرة بتدعي إنها صوت الراعي لكن مش هي صوته. فلازم الإنسان يكون شبعان بكنيسته، شبعان بالتعاليم جواها، شبعان بطقوسها بألحانها. ممكن ما يكونش حافظ ولا لحن، لكن أكتر واحد بيستمتع باللي بيسمعه لأنه عايشه. في فرق كبير قوي بين اللي بيقول وبين اللي بيصلي. في ناس كتيرة حافظة وبتقول لكن ما بتصليش، وفي ناس مش حافظة حاجة خالص وبتصلي كويس قوي. الموضوع مش معتمد على الحفظ. أحد الأشياء اللي اتحكت عن البابا شنودة إنه لما كان بيحضر يوم سبت النور كان يبقى قاعد آخر الكنيسة خالص ويستمع للألحان. طبعا هو صلى الجمعة العظيمة وعنده قداس العيد واستقبالات العيد والكلمة بتاعت العيد، يعني في موضوع كبير طويل، وبحكم السن المفروض يرتاح. لا، كان يروح ويحضر سبت النور ويقعد عادة في آخر الكنيسة يستمع للصلاة، يستمع للحن. صلاة، ده الصلاة. هو سمع كويس جدا، ممكن ما يشاركش علشان الأتعاب الجسدية، علشان يسيب الناس تشترك، ما وجود ساعات شخصية كبيرة بتعمل إحراج ليهم، لكن قاعد وبيصلي وبيستمع ومستمتع وبيشبع، بيشبع. وكده يميز الإنسان صوت الراعي الحقيقي، مش أي صوت. يقال إنه، ودي بتحصل كتير، الرعاة لما يقابلوا بعض، يمكن ده احنا ما بنشوفوش في مصر لان احنا ما عندناش اماكن للرعي، ما عندناش اراضي واسعة فيها اعشاب طبيعية، لكن في الاراضي اللي فيها او البلاد اللي فيها اماكن للرعي، لما الرعاة يتقابلوا مع بعض بصوا تلاقي قطيع من 100 خروف دخل مع قطيع تاني من 100 خروف. طب وهنفرقهم ازاي من بعض؟ يتكلموا مع بعض، وبعد ما يخلصوا كلام كل واحد ياخد جنب وينادي يدي صوت معين، نلاقي الميت خروف بتاع ده راح لده، والميت خروف بتاع ده راح لده. بيميز صوت الراعي ويقول هذا صوته ولا مش صوته. لو صوته أجري وراه، لو مش صوته ماليش دعوة، أبعد، ده صوت غريب، أبعد بعيد عنه. إذن الخروف مطيع جدا أيضا، والخروف يميز صوت الراعي. الحاجة الثالثة، الخروف بيحب الراعي بتاعه، في علاقة حب نتيجة العشرة، نتيجة الاختبار. كم مرة الخروف ده كان هيقع والراعي حماه؟ كم مرة عي والراعي دواء؟ كم مرة احتاج للأكل أو للمية والراعي كان بيمشي معاهم ويوديهم للأماكن بتاعة المية؟ ده مش كده وبس، ده في بعض الأحيان لو المية دي مية بتجري، يعني جاية من مكان عالي لمكان منخفض، فالمية بتبقى سريعة الجريان، فالخرفان لأنه ليهم صوف يخافوا يشربوا من المية اللي بتجري دي. فالراعي يعمل إيه؟ يجيب إيده أو عصاية أو يجيب حاجز ويحطه بعيد كده، فتيجي المية تصطدم بالحاجز وتلف من وراه فتنزل مية هادية، فالخرفان تبقى مبسوطة وتيجي وتشرب منها ما تخافش. عشان كده في المزمور يقول إيه؟ إلى مياه الراحة يوردني. مياه الراحة يعني اللي ماشية بالراحة، لأن لو ماشية بسرعة الخرفان مش هتشرب منها. يا كل ده بيعمله من أجلي؟ آه، إذن أنا بحبه لأنه وفر لي كل حاجة. وده اللي عمله ربنا مع بني إسرائيل في 40 سنة. أنتوا عاوزين تاكلوا؟ تعال أجيب لكم المن. عاوزين تاكلوا لحمة؟ أجيب لكم السلوى. عاوزين تشربوا؟ هفجر لكم من الصخرة دي مية. في ناس بتهددكم، هديكم القوة إن كنتوا تقفوا قدامهم وتهزموهم رغم إن كنتوا أضعف منهم. إذن هو كان راعي بيوفر الأكل، يوفر المية، يعالجهم لو احتاجوا،
ويحميهم لما يكون في تهديد جاي ناحيتهم. عشان كده في علاقة حب. إذن الخراف مطيعة جدا، في طاعة. الخراف تميز صوت الراعي. ثالث حاجة، الخراف بتحب الراعي بتاعها، والمحبة دي مش محبة نظرية، دي محبة الاختبار والعشرة. يجي واحد يقول لك كلمني عن ربنا، لو واحد دارس لكن مش عايش يتكلم عن النظريات، وفلان قال ايه وعلان قال ايه ودي معناها ايه. لكن اللي مختبر يقول لك انا اقول لك ربنا عمل معايا ايه، وقف معايا في الموقف الفلاني وحماني في الموقف العلاني، وطلبته في مرة وجه، ويا ما اتحملني، ويا ما كنت محتاج ولاقي حد يخبط على بابي ولاقي نفسي أصبحت مش محتاج وسد احتياجاتي. الشخص المختبر صعب أنه يسقط أو يبعد عن الراعي، لكن الشخص اللي قاري بس ودارس بدون اختبار سهل أنه يبعد. هنا في علاقة حب مبنية على عشرة واختبار وعلاقة، مش كلام نظري وبس، مش نظريات. حلو العلم وضروري، مش بس حلو، ولكن مش هو الحاجة الأساسية. لا، في نقطة أهم، الاختبار والعشرة. في علاقة الله بالإنسان قال آية مهمة في سفر أشعياء إصحاح 40، قال هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. هو ده ربنا. اللي مش قادر يمشي ومحتاج حماية زي الحمل، الحمل ده الخروف الصغير، أنا هشيله. طيب والكبير اللي يقدر يمشي، أنا هقوده للطريق الحلو والطريق الصح لحسن يروح لطريق بعيد. طيب ولو بعد، هجري وراه واجيبه وادور عليه واشيله على كتفي وافرح بان انا لقيته. وده المثل الرائع اللي قاله السيد المسيح في لوقا 15، اللي هو مثل الخروف الضال. ده مثل رائع بيبين ربنا بيتعامل معانا ازاي. لحسن الناس تزعل وتقول لك هو ربنا بيشبهنا بالخرفان، ده ربنا بيقلل من مستوانا، ده ربنا مش بيحترمنا. لا لا، ده بيحترمك جدا، ده يا ريت يتعامل معانا كخروف، ده حاجة كويسة. بعض الناس يقول لك اتعامل معايا يا رب كخروف مش فاهم، لأنك أنت لو أنت حسبتني، لو أنت اتحسبت معايا على أساس إن أنا ابن فاهم، يبقى الحساب عسير، يبقى هقول لك إيه؟ ما عنديش حجة. لكن هقول لك اتعامل معايا كخروف مش فاهم حاجة، سامحني معلش. فعشان كده من المهم ان احنا نقول يا رب اتعامل معانا كخراف، مش مشكلة، بس ما تسيبناش، دور علينا لان احنا مش عارفين الطريق، احتمل عدم معرفتنا، ما انا خروف مش فاهم حاجة. لكن يا رب معلش ما تعاملنيش كابن فاهم، ساعتها الحساب تبقى صعب، ساعتها يمكن ما تدورش عليا، يقول لك ما هو عارف الطريق. عشان كده في مثل الخروف الضال، خدوا بالكم في لوقا 15 كان في ثلاث أمثلة، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. الخروف الضال هو اللي جري عليه وقعد يدور لحد ما لقاه وجابه وشاله وجابه. في الابن الضال ما جريش يدور عليه، سابه عشان يرجع لنفسه. في النهاية قبله طبعا وكان فرحان برجوعه، لكن ما دورش عليه، ما ده فاهم عارف، يبقى هو اللي يجي. فدايما ما نزعلش من موضوع تشبيه الخروف ده، ده حاجة كويسة جدا.
وعشان كده حتى في الدينونة السيد المسيح شبه الناس اللي هتخلص بالخراف، قال هيجي ويخلي الجداء عن يساره ويخلي الخراف عن يمينه. والسيد المسيح نفسه قال على نفسه ان هو حمل الله، يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والحمل اللي هو ايه؟ الخروف الصغير، هو ده الحمل. وفي سفر الرؤيا السيد المسيح شبه نفسه بالخروف المذبوح، وده جت كتيرة خالص في سفر الرؤيا، يقول كده: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. مين الخروف المذبوح؟ السيد المسيح، هو الحمل الله الذي بلا عيب، هو الذي تقدم كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة أمام الذي أمام جزيها. إذا ما نزعلش من موضوع التشبيه ده، ده تشبيه رائع، تشبيه بيعبر عن علاقة الحب، تشبيه بيعبر عن الطاعة، تشبيه بيعبر عن الإنسان إزاي يميز صوت الراعي. ولذلك السيد المسيح لما أرسل تلاميذه قال لهم: ها أنا أرسلكم كحملان إيه؟ وسط ذئاب. طيب وانت هترسلنا فين يا رب؟ أرسلكم إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني هو شبههم بالحملان، واللي رايحين لهم شبههم بالإيه؟ بالخراف الضالة اللي مش عارفة حاجة. فكل إنسان يقول: يا رب اتعامل معايا كخروف ضال، دور عليا، خدني في حضنك، شني وجبني كنيستك. زي ما بيقول كده في لما قوم ابن أرملة نايين، يقول لك لما قام الصبي أخده ودفعه إلى حضن أمه. مين الأم؟ الكنيسة. أنا جبته، تعالي انت بقى علميه وربيه وفهميه واديله غذيه بجسدي ودمي بتعاليمي بسلوكياتي. تعالي، كل حد كل واحد له دور. فدايما كده: ايوه يا رب اتعامل معايا كخروف ضال، ايوه يا رب اختارني واجعلني يا رب من الخراف اللي على يمينك مش الجداء اللي على شمالك، ايوه يا رب ارعاني نظفني، قل لي اكل ايه واشرب ايه، انا عاوز اكل من ايدك انت مش من ايد الدنيا، انا عاوزك انت اللي تغذيني وتشبعني بجسدك ودمك بصلاتك بكتابك ووصاياك. ما تسيبنيش، ما تسيبش يا رب ولادك، هاتهم، واذا رفضوا هم مش فاهمين اجبرهم وهاتهم. صحيح دي نقطة صعب ان ربنا يعملها، لان الانسان ربنا ما بيجبرش الانسان على حاجة، بس في بعض الاحيان في ناس عاوزة عصا الراعي تضربها عشان ترجع عن الطريق الوحش. العصا دي بتبقى تجربة الإنسان يمر بيها. في ناس كده يقول لك: أنا مش هتعدل حياتي غير لما يحصل لي تجربة جديدة، مرض، أفقد فلوس، أتعب قوي. في ناس ما تنفعش معاها الطبطبة بتاعت الراعي. الراعي ده بيبقى شايل حاجتين: عصا وعكاز. عصاية، العصاية دي بتبقى قصيرة شوية وبتبقى تخينة من فوق ورفيعة من تحت عشان يدافع بيها عن القطيع. وعكاز، العكاز ده بيبقى طويل وليه انحناء كده من 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 فوق. ده ليه؟ علشان لما في خروف يبعد شوية يروح جايبه بالإيه؟ بالعكاز، ويقول له امشي في الطريق ده. احنا محتاجين كده. في خرفان صعبة شوية، شايفة نفسها عاوزة تجري وتبعد، دي محتاجة العصاية. وخلفان، في خلفان بسيطة يا دوبك كده بتفكر يجيبها بسرعة بالعكاز بتاعه. ده محتاج، احنا محتاجين لده ومحتاجين لده، محتاجين للعصاية ومحتاجين للإيه؟ للعكاز. وفي النهاية بنقول له: يا رب ما تسيبناش أبدا أبدا
خلينا دايما في القطيع بتاعك. انت قلت لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. خلينا يا رب ضمن القطيع الصغير اللي انت هتتبسط بيه انك تعطيه الملكوت. ما تسيبناش ابدا، اضربنا بالعصايه، جبنا بالعكاز، اجري ورانا وشن على كتفك وهاتنا، لكن ما تسيبناش لعدو الخير لكي يهلكنا. ربنا يبارك في حياتكم ولهنا المجد دائما ابديا، امين. توخنو مس مي